مساحتنا التالية فرح رح نناقش من خلالها مصطلحات عم تتعلق بمواصفات إدارة السلامة الغذائية، وخصوصا بفصل الصيف مع نتالي الطويل أخصائية بنظم إدارة الجودة. صباحك يا نتالي، أهلا وسهلا فيكي. كيفكم؟ صباح الخير. قبل ما نفوت بأي تفصيل خلينا نشرح ونعرف شو يعني إدارة سلامة الغذاء. إدارة سلامة الغذاء هو معيار دولي. المعيار الدولي هو عبارة عن نظامين صار فيهم انتجريتد توحد بيناتهم، هو نظام إدارة الجودة 9001 كنظام إداري، ونظام الهاسب اللي بنسمع فيه كتير اللي هو مختص بالتحكم بالمخاطر وتحليل المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء. طبعا كل هالنظام اللي هو عم نحكي عنه الأمن وسلامة الأغذية هو للحصول على منتج آمن صحيا، أولا كمنتج غذائي من ناحية، والتحكم بالمخاطر اللي ممكن تسبب لتلف للناحية الغذائية أو سلامة المنتج الغذائي. نعم نتالي، يعني دائما منشدد على نظم إدارة الجودة وخاصة للمنتج الغذائي، ونحن فصل الصيف مثل ما بحلقات سابقة حكينا. خلينا نحكي ونذكر أهم الاشتراطات المفروض تكون موجودة على المنتج الغذائي ليكون بالشكل الأمثل. تمام. هلأ في عنا الاشتراطات لما أنا كزبون أخذ المنتج، انتبه على عدة أمور. أولا خاصة بدرجات الحرارة المرتفعة هلأ، أهم شيء شروط التخزينية. لاحظ أنه هذا المنتج بالنسبة للحرارة والرطوبة أنه هو مضبوط بالمحل لما باخذ، أو مثلا بالمول لما بدي أعمل عملية اقتناء للمنتج، رائب هالعملية، رائب المنتج من ناحية التعبئة والتغليف يكون كمان بالشكل الصحيح كمنتج غذائي، وكمان بشوف الاشتراطات أنه تكون واضحة كصلاحية كمكونات غذاء. بالإضافة في عندي مواد سريعة التخرب، مثلا عندك الدجاج، الألبان، الأجبان، هالأمور خليها دوما بالاقتناء للمرحلة النهائية. صحيح. بحيث دغري يشتريها ودغري انتقل لمرحلة التخزين بالمنزل أو مرحلة أقل درجة الحرارة تكون من ناحية بالنسبة التخزينية كبرودة ورطوبة. هلأ إذا بدنا نحكي بالتفصيل عن فصل الصيف وفصل الشتاء، اليوم شو الشخص لما بيحاول يقتني أي منتج غذائي كان، شو هي يمكن أهم المعايير يلي ممكن ينتبه بهلا؟ يعني في اشخاص يمكن ما بيعرفوا كثير بالمصطلحات، اذا بدنا نقول المتعارف عليها بكفي نشوف يمكن تاريخ صلاحيه اي منتج بنشتري وبنروح، يمكن في شغلات ما بننتبه لها او ما بنعرف انه المفروض ندقق عليها، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام. هلا في عندنا موضوع شيء اسمه جوده الغذاء، واللي هو تقريبا في تعتيم على هاي الناحيه. جوده الغذاء هي انه جميع المتطلبات والخصائص المتعلقه بالغذاء تكون ممكن تحقيقها. كيف هي؟ يعني الصفات الفيزيائيه، الرائحه، الطعم، اللون، هالامور كثير بتختلف خاصه بين فصل وفصل. لما بيكون في تخزين صحيح وحفاظ على شروط صحيحه بالنسبه للمنتج الغذائي فالصفات الفيزيائيه بتكون مناسبه ومحققه. كمان بالنسبه لعنا المحتوى الميكروبيولوجي اللي هو عباره عن عدد المستعمرات الجرثوميه سواء بالماء او بالاغذيه، في عندنا كمان شيء اسمه مجال السماحيه، هالمجال السماحيه لازم يكون كمان محققه. طبعا بالشتاء كمان نفس الشيء، مثل ما قلت لك الشروط البيئيه كثير بتساعد انه انا طول بصلاحيه المنتج بحفاظه اكثر، بالاضافه لعمليه التخزين تكون مناسبه. حتى عندي بموضوع البراد، وبرجع لنحن هلا بفصل الصيف، قطع كهرباء كثير، قطع الكهرباء اللي هو فتره طويله عم بيكون، دوما انقل المواد اللي هي سريعه العطب او سريعه التخرب للمراحل او بنقول المناطق العليا بالبراد، حتى لو بدنا نضطر نحطها بالفريج الفريزر تماما، والشغلات اللي أقل خطورة بالناحية اللي هي منخفضة أكثر بالنسبة للبراد، وما أعمل كميات كبيرة، هي كتير مهمة عندي، هي بالنسبة لسلامة الغذاء. في شغلة كمان عندنا شيء اسمه السلسلة الغذائية، هي كتير كلمات ممكن نتعارف أو نحكي فيها كتير. السلسلة الغذائية هي جميع مراحل الإنتاج، هي كتير بتهمنا بالمنشآت الصناعية كمراحل الإنتاج من اقتناء المادة المشترات حتى التعامل معها، تصنيعها، مكوناتها، حتى وصولها للمستهلك أو الاستهلاك النهائي. نعم نتالي، يعني خلينا نحكي كمان شوية معلومات مهمة لعند اقتناء أي منتج غذائي أو شراءه من قبل العائلة. هلأ ست البيت بتعرف، بس أحيانا في ناس ما بيعرفوا لما بدهم ياخذوا، خاصة المعلبات أو اللحمة، في نصائح معينة من حضرتك توجهيها لهم؟ تمام. هلا مثل ما قلت لك دوما في عندي الرقابه نوعين،
رقابة داخلية اللي هي بتكون بالمنشأة الصناعية، بهمنا دوما الحلقة الأولى اللي هو صاحب المتجر أو المول ينتبه عليها، لأنه هو أحد الأشخاص المسؤول عن العملية الغذائية اللي هي مثلا عملية النقل. دوما النقل بين المنشأة الصناعية والمتجر عنا في ريسك كتير عالي، خطورة اللي هي كمان أشعة الشمس المباشرة، الحرارة، أي عطل بالسيارة بيأثر على المنتج. منجي للرقابة الثانية اللي هي الرقابة الخارجية اللي هي جهات تشريعية عنا والتنظيمية اللي هي مثل مثلا وزارة الصحة ووزارة التموين. دوما نحن منفضل يكون في عنا حملات زيادة خاصة بفصل الصيف بسبب مثل ما قلت لك اللي هي ممكن كتير في شروط يكون فيها عطب للمنتج مثلا، فدائما نحن منفضل انه تكون في عنا حملات دوما من وزارة الصحة او وزارة مثلا التموين او المحافظة او هالامور لضبط هالعملية. نجي لصاحبة المنزل، دوما لما بتشتري او بتقتني اي منتج تنتبه لعدة امور. العملية الاولى الفحص الخارجي للمنتج، يعني ينتبه انه ما يكون مثلا المنتج كمعلبات اخذ اي عطب مثلا او اي جرح، لانه هذا العطب او اي بيأثر. طبعا الناحيه الداخليه بيكون هو عباره عن مستعمره جرثوميه بدون ما تحسي، بيكون هو اكل لنفرض طرقه مثل ما بيقولوا او اخذ شكل مانو صحيح، بس بالنهايه هو عم بياخذ من الناحيه الداخليه فيه فساد. هي ناحيه. الناحيه الثانيه جميع المكونات الغذائيه تكون واضحه والصلاحيه، ولهي للاسف عم نلاحظ بعض التجار عم بيصير فيها تلاعب وغش، بتلاحظي الصلاحية ما أنا واضحة الإكسباير ديت، فهي كمان كتير بتأثر. تاني شغلة اللي هي شوف أنا الشكل الفيزيائي، يعني إذا عم باخد لنفرض مادة اللي هي العصائر أو مادة لنفرض مكونات واضحة بيبين عندك اللون، انفصال المادة تلاقي بعض العصير مثلا مغير لونه أو منفصل اللي هي مثلا طور سائل عن طور تاني فتلاقيها منفصلين، حتى لو عملتي عملية خض أو مثلاً دمج لهالمادة تنفصل وبترجع. هذا الرائحة كتير مهمة، الرائحة خاصة مثل ما قلنا بالأجبان اللحوم، هالأمور كتير بتساعد إنه نحنا نعرف هذا الشيء إنه فيه هل هو منتج صحيح آمن غذائياً ولا لا. هلا منتجات الأطفال يمكن هي المنتجات اللي أنا بحسها أو يمكن هي الأكثر رعباً، يمكن طفل سريع تأثر يمكن بأي شيء غير سليم. إذا بدنا نقول إذا بدنا نفحص أي منتج خاص بالأطفال، شو هي الخطوات الأساسية اللي ممكن نحن ننتبه عليها مثل ما منقول دائماً غير تاريخ الصلاحية؟ تمام. هلا نحن بفصل الصيف دائماً تعرفي فصل المشاوير والطلعات مع العيلة وهالأمور، الأكلات الطيبة اللي بدها تكون برا. الأكلات الطيبة لازم تكون دوماً مغلفة غير معرضة لأشعة الشمس. موضوع الحشرات هذا كتير منيح، بدنا نعمل كنترول على أولادنا بحيث أنه لما يقتنوا نعلمهم هالمفاهيم. يعني أنا بما أني دارسة مثلا ماجستير بإدارة الجودة وهالأمور، صرت كمان مع أولادي علمهم هالأمور. ماما بتكون تنتبهوا مثلا على الإكسباير ديت، تنتبهوا على الصلاحية، تنتبهوا على الريحة، تنتبهوا على المادة. البوظة مثلا هي أكثر المواد عرضة للتخرب السريع بسبب أنه ما عندنا شروط تخزين هلأ مناسبة كدرجة حرارة منخفضة، فمعلش هالأمور منستبدلها بكاسة عصير طبيعي لنفرض أو شيء. طبعا هي شغلة منهجية تعليم للطفل، أنك أنت تبلشي من هلأ تعلمي هالأمور أنه هذا الشيء بيأثر، مثلا صار لنفرض مغص، وجع معدة، هالأمور بسبب أنك أخذت لنفرض بوظة ما أنا مواتية للشروط. فمثل ما قلت لك أول ما بندخل لأي متجر مع الطفل ننتبه على الأمور الشروط التخزينية المناسبة. نعم. طب خبرينا كمان دائما بتشددي على ثقافة الشكوى أنه تكون موجودة عند المواطن لأي شركة، للمصداقية، حتى المصداقية تحط أرقام الفاكس أو التليفونات حتى فعلا إذا كان في أي ملاحظة سلبية تاخذها بعين الاعتبار. صحيح. كيف في أنه الشخص كمان يعطي أنه هذا المنتج ما أنه صحيح أو تخزينه ما أنه صحيح؟ لأنه دائما نشوف شركات لسنا مسؤولين عن سوء التخزين، فمين بده يشتكي؟ تمام. هلا نحن خلينا نقول مو بس كشكوى، انا بعمل شيء اسمه استبيانات زبون كل فتره، يعني باخذ انه انا عندي الشكوى من الناحيه السلبيه والاستبيان من الناحيه الايجابيه. الزبون دوما بالنسبه للمنشاه هو الملك، هو الكاستمر الاساسي بالنسبه للمنشاه، فانا لما بعمل شيء اسمه عباره عن استبيانات دوريه، وهي انا بطلبها دوما بكل المنشات الصناعيه اللي بعمل عمليه تاهيل لهم، فنحن دوما لازم يكون في عندي دوريه استبيان، بحيث مثل ما قلتي لسنا مسؤولين عن شروط التخزين مثلا وسوءها، بس انا كمان بالنهايه لما بوصل كمستهلك
الاستبيان تبعي او الشكوى للمنشاه، فصار في بعين الاعتبار تاخذ انه هذا المتجر او هذا المول ما عم بيامن الشروط التخزينيه، بالتالي صار في سوء سمعه وفي ميزه تنافسيه بين المنشات، فبعمل مثل اعطاء نوت ملاحظه لهالمنشاه من ناحيه بالنسبه انه ما عندك شروط تخزينيه، بالاضافه انه الشكاوي او الاستبيانات بتوطد جسر الثقه بين المنشاه وبين الزبون، فانا لما بوطد العمليه انه الاستبيانات وبساويها بشكل دوري بيساعدني هذا الموضوع. حتى بموضوع التخزين هن ليسوا مسؤولين عن شروط التخزين صح، بس بالنهايه كمان بهمهم انه الفاعليه لما بيكون المنتج طلع من عنده من المنشاه سواء بالنقل او بالتخزين الصحي. بالاضافه لهي الثقافه، في ثقافة الأشخاص يلي بدهم يمكن يشتروا أي منتج يفحصوا هذا المنتج يشوفوا تاريخ الصلاحية، للأسف هي الثقافة كمان ثقافة نسبتها ضئيلة، إذا بدنا نشوف قد ايه مهم تتعمم هي الثقافة ويكون في توعية حقيقية، خاصة اليوم الشروط الصحية يمكن كتير منخفضة بالنسبة للظروف الموجودين فيها من قطع كهرباء مثل ما قلنا من كل هي الظروف اللي حوالينا. مزبوط، هي من ناحية إنه أنا تكون عندي الثقافة، ثانيا انطلق للجهات التشريعية مثل ما قلنا، يعني أنا كزبون كاستمر لازم لما باخذ منتج وبلاقي فيه اشكاليه حتى اخبر، وعندنا نحن دوما سواء وزاره الصحه او التموين حاطه ارقام بهذا الموضوع. انا صارت عده مرات مع اشخاص قدامي صار في عندي تخريب بمنتج او لاقوا هذا المنتج صلاحيته مو مناسبه او ماده غذائيه فيها مشكله بالصفات الفيزيائيه ريحه او طعم، دغري اتصلوا مع الجهه المسؤوله بهذا الموضوع. يعني انا بالنهايه مثل ما تفضلتي كثقافه لازم انا اطورها، دائما حط انه انا معي الحق، نحن دوما ناخذ وبنمشي، هي مشكله، دوما خليني لأسف. لما اخذ المنتج ادرس المنتج من الناحيه الظاهريه، المظهر الخارجي، وشوف المعلومات، وفضل دوما لما بشوف المعلومات راقب انه يكون حاصل على شهاده ايزو ومراقب من هيئه المواصفات القياسيه السوريه. دوما بتلاقيه انه اخذ رقم مواصفات قياسيه سوريه برقم معين، حاصل على شهاده الايزو مثلا 22000 ايزو 9000، هالامور نحن بدنا نكون دوما بعمليه توعيه، دوما انه انت كمستهلك راقب هالامور لانه انت حقك انه تشتكي سواء للمنشاه او للجهه التشريعيه المناسبه. نعم، يعني كثير من المصطلحات يمكن الناس ما تفهمها خاصة بإدارة نظم الجودة، اليوم عم نحاول نوضح لهم شوية منها. اليوم أنت كأخصائية بهذا المجال، شو هي الأغلاط أو الأخطاء اللي عم توقع فيها المنشآت سواء بالكم والنوع؟ اي منشاه صناعيه لتكون ناجحه من ناحيه ضبط الجوده وضمان الجوده لازم يكون عندي قسم اسمه قسم ضمان الجودة اللي هو Quality Assurance QA وQC. هذا القسم هو عبارة عن قسم سيطرة وتحكم وضبط لأي مخاطر سواء غذائية أو صناعية، حتى في عنا منشآت بتكون خدمية بتطلب أنه نحن بدنا نعمل شيء اسمه إدارة جودة للمنشأة. هل القسم بيساعد أنه أنا أضبط المنتج؟ أضبط المنتج بكل مكوناته من A to Z، يعني بحيث أنا المكون كمادة أولية مراحل الإنتاج كاملة حتى أوصل للمنتج النهائي. طبعا هذا الشيء بيساعد أنه أنا عندي شيء اسمه مراقبة الجودة اللي هو QC Quality Control، بيضبط العمليات كمواد، مواد أولية منتج نهائي، وعندنا ضمان الجودة اللي عم نحكي عنه اللي هو البروسيس العملية بيصير بعملية متابعة. فنحن دوما كاستشارية نظم جودة دوما منشدد على موضوع انه يكون هذا القسم عنا لعملية المراقبة، لانه متى ما انت عملتي عملية ضبط داخلي ففعليا الضبط الخارجي اوريدي بيصير، لانك انت حاطة اشتراطات استبيانات، هالامور كلها متابعة عملية النقل. نعم. انا لما بيجي المورد بده ياخذ لنفرض او المستورد بده ياخذ المادة، فبالنهاية انا بطلب منه انه يكون عملية النقل ضمن شروط انا بحدد له اياها لاني مطبقة نظام جودة. اكيد. نعم. كل الشكر لك مدام نتالي، وبنتمنى اكيد نشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك، نهاركم سعيد. نهارك سعيد، وشكرا لوجودك وللمعلومات اللي اعطيتينا اياها.